أستذكر قضية طبعا مهمة جدا للتاريخ وأتكلم بها أول مرة هذه. عندما دخل الإرهاب إلى العراق داعش وصلوا إلى أسوار بغداد، وأنا كنت رئيس لجنة الأمن والدفاع وتكلمت مع الحكومة في حينها والمخازن العراقية لكي نجابه هذا الخطر الجسيم اللي دخل علينا، وبدأ يحتل المناطق مدينة بعد مدينة تسقط في أيدي داعش. وسألت كان في حينها رئيس أركان الجيش والأخوة الضباط والقادة في وزارة الدفاع، ما هي ذخيرتنا، ما هو سلاحنا، ما هو عتادنا اللي نجابه بالإرهاب؟ كانت أغلب المخازن فارقة لا توجد فيها، لذلك احنا في أزمة. داعش يمتلك أسلحة متطورة ونحن لدينا لا لديكم أسلحة، أسلحة وحتى اعتداء ما توجد. طلبت الحكومة باعتبار أنها جهة تنفيذية وأنا أشرف على هذا الموضوع، طلبت الحكومة من الأمريكان أن يعطونا أسلحة، ونحن لدينا اتفاقية إطار استراتيجي مع الأمريكان تلزم أمريكا بتزويدنا بالأسلحة وتزويدنا بالتصاوير وتزويدنا بحركات الدواعش. قبلوا الأمريكان، قالوا نعم نزودكم بالأسلحة، أعطونا القوائم. أعطتهم وزارة الدفاع القوائم وبينوا نعم سنخاطب، خاطبوا البنتاغون، بينوا أن الأسلحة ستصل إلى العراق في 2020 ونحن في 2014. 2020 معنى أنه لا يبقى عندنا أرض ولا مقدسات ولا هذه. كان لدينا اجتماع وأنا كنت من ضمن المجتمعين فصائل المقاومة مع الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وطلبوا الأخوة أنه هذا موقفنا وأسلحة ما عندنا لا بالدفاع ولا بالداخلية، ورد أسلحة تنقاتل بعد صدور الفتوى. قدموا هذا قبل تأسيس الحشد، هذا قبل تأسيس الحشد، بعدنا يعني بس بدينا نلم جهودنا، قسم من الفصائل قسم من الجيش والشرطة، قدموا ما تحتاجون وقدمت قوام، الله شاهد على هذا الكلام يعني ليس للإعلام. قدمنا القوائم صباحا تقريبا الساعة 8:00 بالـ9 ويستذكرون كثير من الأخوة اللي كانوا معانا قاعدين، صباحا كملت القوائم وعند الساعة 1:00 ليلا تم الاتصال بنا أن نتوجه إلى مطار بغداد، أكو جناح خاص عسكري، وجاءت الطائرات محملة بالأسلحة والأحتدة بفضل الحاج قاسم سليماني. خلال ساعات وصلت الأسلحة.